بتحبوا صوت الجرس أو صوت الورق؟ هل ما بتحبوش صوت شيء بيتحطم؟ تحبوا تعرفوا إزاي بتتفاعلوا مع الأصوات المختلفة؟ يبقى تعملوا معنا الاختبار الصوتي فيديو التحدي الصوتي جديد. دولي وستيفي مشتركين في الغرفة، لكن الغرفة صغيرة جداً، وده السبب إننا دايماً بنسمع صدى صوت لكل شيء حوالينا. دي أكتر من مجرد غرفة، دي أوركسترا كاملة من الأصوات المزعجة. دولي وستيفي اهتماماتهم مختلفة تماماً، ده السبب إن حياتهم مختلفة. هو ده التحدي الصوتي الحقيقي في غرفة معزولة. دفتر ملاحظات دولي بيعمل أصوات غريبة بتستخدمه علشان ما تسمعش دوشة صوتها مش عاجبها. هنلون دفتر باللون الوردي ونعمل على الدفتر طبقة من الغرق ونلزق ورق اللف على الدفتر. دولي بتاخد نفس عميق وتستمتع بصوت الفقاعات على ظهر دفتر الملاحظات. أيوة، شعور ممتع جداً ومريح، أسلوب كامل من الحياة الصحية الجميلة. أعتقد إن ورق اللف تمت صناعته علشان الراحة، دولي بتستخدمه علشان تحس بالراحة النفسية. دولي بتبرد ضوافرها، وستيفي سامع صوت ممتع. جاي منين يا ترى؟ أكيد في جنيات عاملين حفلة جنبنا، ولا ده بابا نويل بيركن عربيته على الناصية؟ لكن ستيفي بيسمع وبيتأكد إن بابا نويل بريء من الصوت ده. ده صوت الإسورة اللي في إيد دولي. هنحتاج لمجموعة أزايز متطابقة بغطا فلين. نرفق مسمار للفلين ونرفق حلقة وكمان سلسلة. نجمع كل السلاسل بسلسلة واحدة ونملى الأزايز بالجليتر ونملى سرنجة بالجليسرين ونفرغها مع الجليتر. نقفل الإزازة بالفلين. دولي حولت صالون الأظافر لصالون موسيقي، صوتهم ساحر جداً. إيد دولي بقت الآلة الموسيقية المفضلة لستيف. لكن إزاي ممكن تستعيد إيديها؟ محتاجة تخلص ضوافرها، ومش هتقدر تعمل ده من غير معصمها. لكن ستيف مش عاوز يقطع صوت الموسيقى الجميل، واضح إن عنده فعلاً أذن موسيقية. بيستخدم معصم دولي ويعزف. حياة ستيف الخالية من الهموم تعبته ونام وهو بياكل الشوكولاتة. لكن دولي متخصصة إدارة وقت الفراغ، مستحيل تضيع وقت من غير فايدة. ده سبب تخطيطها لأجازة آخر الأسبوع كلها، وعندها مخطط خاص بالأجازة. نربط شريط لاصق على قطعة فوم ونصنع منه برواز. نملى الحواف بالغرق ونرش السبرينكلز. نزيل الشريط، نرسم النقط والأرقام بالقلم ونثبت النجوم اللامعة. مش سهل أبداً نصحي ستيفي، ده وصل لمستوى جديد من الكسل في أحلامه. دولي بتستخدم كل وسيلة ممكنة علشان يصحى. في البداية بتحاول بالراحة، مش شغال. بعدها جربت الاهتزاز، مفيش حاجة ممكن تخرجه من غفوته. في النهاية فتح ستيفي عينيه. دولي بتكتب الخطط الكاملة على لوح الفوم، لكن صوت القلم وهو بيكتب على الفوم خلى ستيفي يتجنن. ده تعذيب لأذنه الرقيقة. طلب ستيفي منها إنها توقف التخطيط حالاً، شيء لا يطاق. طبلة الأذن مستعدة تقفز من أذنيه بسبب الصوت ده. لكن دولي مش بتتراجع عن خطتها. ستيفي اتبقى عنده شيء واحد بس، يهرب. لكن دولي والفوم ممكن يتبعوه في كل مكان. دولي بتلون ضوافرها، فجأة تلاقي الأظافر بدأ يعمل أصوات غريبة. لكن أكيد ده مش حقيقي، لأن دايماً العملية دي بتكون هادية جداً.
يا ترى ده صوت تكسير ضوافرها؟ المفتاح لسر الصوت ده قريب جداً لأنه في إيد ستيفي. ده صوت اللعب بالصلصال. هنمزج غير الصلصال باللون الوردي ونضيف البوراكس ونعجن الصلصال الوردي. الصلصال ده بيعمل ألحان جميلة. اسمعي، الصوت لطيف جداً كأنه بيدغدغ الأذن. ستيفي ممكن يسمعه للأبد. وكمان شعوره وانت بتلعب بيه في ايديك مرضي جداً، قمة في الاسترخاء. لكن دولي بتضحك ومش عارفة ترسم بدقة أبداً. الصوت الجميل ده بيشتتها. ستيفي بيقاتل لأن دي آخر حياة فاضلة في اللعبة، ودولي عاوزة منه حاجة مهمة، عاوزة يسلفها تليفونه. توقيتها سيء جداً. ستيفي مستعد يديها أي شيء بس علشان تسكت وتسيبه. دولي أخدت اللي هي عاوزاه. ده وقت إننا نلبس التليفون لبس النحلة الجديد. هنمرر قطعة من السلك في جرس، نلف السلك ونصنع اتنين، نرفقهم على الجراب، نلون الجراب بالشرايط الصفراء والسوداء، ونستخدم ألوان الإكريليك ونخليها زي النحلة، ونلون الأجراس بالأسود. بعد ما تنشف الألوان نلزق عيون لعبة ونرفق لها الزينة. النحلة المضحكة على جراب التليفون بتعمل أصوات جميلة. الصوت ده عمل المستحيل. ستيفي اتشتت عن البلاي ستيشن، محتار جداً. تليفونه الرجالي بيتحول لإيه؟ ده نوع من التجارب على الحيوانات. في الحقيقة هو بيكره النحل. كندولي بتوريه كل إمكانيات الجراب. الأجراس المجلجلة دي بتهدي الأعصاب. أوكي، الصوت فعلاً شغل ستيفي. الخدعة اشتغلت. دلوقتي دولي بتقدر بسهولة تلعب وتتحكم في اللعبة لوحدها. ستيفي بيعمل في دولي مقلب البالون وهي بتجدل شعرها معاه جهاز خاص مع البالون. هنقطع العنق من إزازة بلاستيكية، نمرر من خلاله البالون ونثبته على الرقبة. نقطع الجزء السفلي من البالون ونسحبها مرة تانية، وبالون تاني على الناحية التانية من الرقبة. ستيفي بيفجر البالون وبيخلي مكانه جنب أذن دولي. إيه الصوت الغريب ده؟ مين ضرب نار هنا؟ هو في شبح في الغرفة؟ واسمه ستيفي. اختراعه متعدد الوظائف وممكن يعمل صوت مختلف. مزعج جداً. دولي مش بتحب الجهاز ده. أكيد أذن ستيفي مصنوعة من الفولاذ لأنه قادر يتحمل الصوت العالي ده. واضح إنه بيحبه. عمرنا ما هنفهم دماغ الولاد بتفكر إزاي. دولي تكره الفوضى اللي بيعملها ستيفي. واضح إن أكتر شخص عشوائي في الدنيا عايش هنا، لكنه مش مهتم تماماً بالتعليقات دي. دولي حاسة بخيبة الأمل. وفجأة سمع ستيفي الصوت اللي ممكن يرجعه للحياة. صوت بنت بتبكي. يلا يا دولي، مفيش سبب يخليكي تبكي كده. ستيفي عاوز يعوض دولي، بيدور على الهدية الصغيرة اللي صنعها لها، لكنه مش سهل يلاقيها وسط الفوضى دي. أوه، هنا تحت الوسادة. دولي تعشق الهدايا. وقفت البكاء فوراً. يا ترى إيه اللي جوه الصندوق ده؟ شوكولاتة بالشوكولاتة مغلفة بالشوكولاتة؟ حاجة ناعمة؟ ولا إيه يا ترى؟ دولي بتحاول تعرف إيه اللي جوه. مفيش أي شيء غير ورق الهدايا. الورق بيعمل صوت ستيفي بيحبه جداً. مش مهم إيه جواها، دولي بس بتدور في الورق، وأذان ستيفي بتنتج هرمونات السعادة. أخيراً دولي عرفت إن مفيش أي حاجة في العبوة دي. دي عملية احتيال. ستيفي مغرور جداً. عجبتك حرب الأصوات؟ اكتبي في التعليقات إيه الأصوات اللي هتفاجئي بيها أصحابك.
وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتضغطي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكار إبداعية جديدة على قناة تروم تروم.